نفضل نسقف للصبح كده. شاكرين يا فندم. شكرا يا حبيبي. شكرا. شاكرين سيادتك. اي امر يا فندم. شكرا حسن. شاكرين. انا طبعا اسمحي لي حضرتك يعني. انا بشكر طبعا وزارة النقل والحكومة والقوات المسلحة على الجزء اللي تم افتتاحه النهاردة، وارجو ان احنا يعني النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها الهدف منها فقط ان احنا الجودة والكفاءة اللي احنا عملناها ديت ما يبقاش ابدا في اي حاجة تعكر الكلام يعني اللي احنا عاملينه. انا اتكلمت على التعديات، وارجو ان احنا واحنا شايفين كده، وانا بكلم المحافظين وبكلم وزارة الري، هتلاقوا ان الترع واللي موجودة دي بالكامل حجم ورد النيل اللي موجود فيها وحجم الاعشاب اللي موجودة فيها دي بتستهلك كميات من المية، والمفروض ان الكلام ده كله يتم ازالته من خلال المحافظة ومن خلال وزارة الري. المعنية وزارة الري ما فيش كلام، المعنية وزارة الري، لكن لا يمكن ابدا ان احنا كمسؤولين في الحكومة وكمحافظين في الدولة هنا وحتى كأهالي ان احنا نسمح ان حجم الزراعات اللي هي بتطلع وبتستهلك كمية كبيرة جدا، احنا بنتكلم في اكتر من 40-50 ألف كيلو من الترع والمصارف موجودة في مصر. تصوروا لو النهاردة حجم الزراعات اللي موجودة ديت اللي هي زراعات ما بنستفدش منها بحاجة بتاخد قد ايه مية. فمن فضلكم سواء كان جسور الترع او الترع نفسها يعني نهتم وده كان المفروض ان زمان من سنين طويلة فاتت كان الكلام ده بيتم ازالته سنويا عشان تفضل شبكة الري وشبكة الصرف بكفاءة عالية وما نستهلكش مية في هذه الزراعات. انا كلمت على الطرق القديمة والكلام ده كلمت على سواء كان على مستوى المحافظات داخل المحافظات او داخل او الربط بين المحافظات او الطرق الجديدة، مش هكلم على الطرق الجديدة، ولكن خلينا اقول ان احنا كمان محتاجين ان تطلع لجنة تاخد شهر او اكتر تراجع شبكة الطرق القديمة اللي موجودة في الدولة وكفائتها وتحطنا في الصورة. اللجنة دي من الاسكان ومن النقل ومن الهيئة الهندسية ومن الكلية الفنية ومن الرقابة الادارية، وفي خلال شهر تقول لنا احنا فين وتكلفة رفع الكفاءة دي هتحتاج مننا قد ايه. اللي تقدر المحافظات تعمله واللي نقدر احنا نعمله بحيث ان احنا نعمل نقلة في حياة الناس. انا بتكلم مش على شبكة الطرق الجديدة، انا بتكلم على القديم، غير حتى اللي مخططات الدولة انها ترفع كفاءته خلال العام المالي ده، لا انا بتكلم اكتر من كده داخل. وزي ما قلت كده ان في ناس كتير جدا بتشتكي من زي ما قال الشاب كده، قال تهالك الشبكة القديمة. لا احنا مش هنسيب حاجة اسمها متهالكة. طب هنعمل ايه؟ مش عارف. لكن لازم نعملها وما نسيبش كده وما نخليش حد عربيته تتكسر او عجلته ولا الموتوسيكل اللي راكبه ولا بتاع يتبهدل كده. لا طبعا. وبالتالي انا عايز خلال شهر، ما اعرفش الشهر كتير ولا مش كتير، لكن خلال شهر ناخد تمام بالموقف بمنتهى الامانه. وبالمناسبه انا هعرضه كده، هعرضه قدام الناس في مصر كده. احنا شايفين كلنا ده، احنا وانا ده انا منكم وكنت عايش في الكلام ده وشايفه وعارفه كويس، بس احنا مش هنسيبه كده برضو. زي ما اتكلمنا عن كده يبقى اللجنه دي يمكن تكون برضو من ضمن بنام بتبص تراجع لي الكبارئ اللي عمرها اكتر من 10 سنين وتتأكد من مستوى الكفاءة والصيانة اللي فيها والسلامة اللي موجودة فيها. الكباري اللي أكتر من 10 سنين، من فضلكم احنا الكلام ده كنت أنا قلته من 4 سنين في بداية الفترة الأولى، وقلت يا جماعة بصوا على الكباري، وكنت بقصد بيه ساعتها الكوبري بتاع اللي هو اللي جاي بتاع شارع رمسيس اللي هو معلق يعني، على أساس إن هو ليه ظروف. فانا بتكلم على كل الكباري اللي اكتر من 10 سنين
نتأكد وناخد شهادة من اللجنة دي بأن الكباري دي صالحة وما فيش فيها أي مشكلة، أو فيها مشكلة نعالجها يعني. أنا اللي فهمته من اللواء حسن وكمل لي أكمل الكلام، أن الدائرة الأوسطي لغاية محور الضبع اللي أنت قلته عليه 30/6/19 ولا إيه؟ إن شاء الله يا فندم. يعني الدائرة الأوسطي كله بكل كباري بكل قطاعاته إن شاء الله، سواء بتاعتنا أو اللي شغال في وزارة الإسكان، 30/6/19 إن شاء الله يا فندم. حتى الكوبري بتاع المقاولين إن شاء الله يا فندم. طيب ماشي. طيب وإحنا رود الفرج قلنا آخر السنة دي إن شاء الله يا فندم، شهر 12 ستك هنفتح تشغيل تجريبي، ناخد ستك شهر أو 45 يوم تشغيل تجريبي وتظبيط للمرور، ونبقى جاهزين نفتحه إن شاء الله. طيب ماشي، شكرا كامل. انا بشكر كل اللي شاركوا معانا النهارده في الاعمال اللي احنا افتتحناها، وان شاء الله خلال الفتره اللي برضو اللي احنا الايام اللي جايه والاسابيع اللي جايه هيبقى فيه افتتاحات لمشروعات اخرى، بتاكد بس ان احنا ماشيين على الطريق السليم، وان احنا كدوله، انا بتكلم مش حد تاني، الدوله هي اللي بتعمل، الدوله متمثله في الحكومه، متمثله في وزارتها، حتى لو كانت النهارده القوات المسلحه بتساهم، فهي بتساهم في إطار أنها جزء من الدولة المصرية، جزء من الدولة المصرية. أنا بشكر الجميع وبتمنى لكم التوفيق، وأرجو أن احنا معدلات عملنا في المحاور اللي انتوا قلتوا عليها اللي هم استكمال العشرة اللي على النيل، احنا مش عايزين حاجة نقول على 30/6/20 زي ما وعدت الدولة، قلت لكم 30/6/20 هنقدم لكم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي كانت موجودة فيه، وده جهدكم، ده جهد المصريين وجهد الحكومة، محدش بيعمل حاجة لوحده، ده الناس اللي بتعمل، وده أمر مهم أوي إن انتوا تعرفوه، اللي بيعمل الكلام ده ولاد مصر، العمال اللي موجودين والمهندسين في الشركات ديت دول ولاد مصر، فمحدش بيعمل الكلام ده إلا انتم. وبالمناسبة كل اللي بيشتغل في الموضوع ده هي شركات قطاع عام أو قطاع خاص، بس الغالبية منها قطاع خاص يعني. شكرا جزيلا، شكرا.